استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بقصر الصخير هذا اليوم. صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين يرافقه سعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع وسعادة الفريق ركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان وعدد من كبار ضباط قوة الدفاع وذلك بمناسبة الذكرى 52 لتأسيس قوة دفاع البحرين حيث رفع الجميع إلى جلالته أسماء آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية المجيدة مشيدين بالدعم والمساندة المتواصلة التي تحظى بها قوة دفاع البحرين من جلالة الملك المفدى أيده الله سائلين الباري عز وجل أن يحفظ جلالته ويرعاه لمواصلة هذه المسيرة الظافرة التي تشهدها مملكة البحرين في عهد جلالته الزاهر. هذا وقد أعرب جلالة الملك المفدى القائد الأعلى أيده الله عن تهانيه وتقديره لجميع ضباط وضباط صف وأفراد قوة دفاع البحرين وجميع المواطنين الكرام بهذه المناسبة الوطنية المجيدة في تاريخ البحرين. وقال جلالته: إننا نقدر ما يبذله جميع منتسبي قوة دفاع البحرين حماية لمنجزاتنا الحضارية وأمن المواطنين ووحدته الوطنية بكل كفاءة وبروح وطنية ثابتة وعزيمة صادقة، فهم درع الوطن المنيع وموضع الفخر والاعتزاز دائما. وأضاف جلالته أيده الله: إن إشراقة الضوء الأول لقوة دفاع البحرين هي ذكرى مضيئة في مسيرتنا الوطنية المباركة، فهي بعون الله وبجهود رجالها الأشاوس تعلي مجدها عاما بعد عام، فإلى جانب نهوض قوة دفاع البحرين بواجبها السامي الجليل بالذود عن الوطن بكل بسالة، فإننا نشهد في الوقت ذاته إسهاماتها المهمة والكبيرة في دعم مسيرة التنموية الحضارية الشاملة بكل جدارة وكفاءة من خلال العديد من المجالات من خدمات صحية رفيعة ومتميزة للمواطنين الكرام، العلاج والعناية الطبية الراقية، وإسهامات كبيرة في مجال الإسكان، فضلا عما حققه منتسبوها من إنجازات رياضية مميزة رفعت اسم وطنهم عاليا في المحافل الإقليمية والدولية. ومن أهم الشواهد على ذلك فوز منتخب البحرين العسكري لكرة القدم لقوة الدفاع ببطولة العالم العسكرية السابعة في الصين، وأحراز مراكز متقدمة عالميا وأقليميا، إضافة إلى التنظيم والمساهمة المهمة في المعارض العسكرية الدولية والمشاركة في العديد من المناسبات الوطنية الكبيرة لإعلاء مكانة وطنهم البحرين، فهم نعم من يعتمد عليه في كافة الميادين، فقد أثبتوا جدارتهم بعزم لا يلين. معربا جلالته عن شكره وتقديره لصاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين على جهوده المتواصلة وقيادته السديدة التي أثمرت ما شهدته قوة دفاع البحرين من تطور مستمر ومنعة، ولجميع رجال قوة الدفاع البواسل الذين يؤدون واجبهم بكل شجاعة وأخلاص، مقدرا جلالته بكل الامتنان من سبقوهم منذ مرحلة التأسيس على جهودهم الكبيرة التي بذلوها خدمة لوطنهم. كما وجه جلالته أيده الله خالص التهاني بهذه المناسبة الوطنية المجيدة لجميع رجال قوة الدفاع الشجعان الذين يقومون بواجباتهم النبيلة خارج البلاد دفاعا عن العدل والسلام وتقديم العون ومد يد الإغاثة الإنسانية للأشقاء، متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد. وقد تشرف صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتقديم هدية تذكارية إلى جلالة الملك المفدى القائد الأعلى، كما قدم صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين هدية تذكارية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى بهذه المناسبة المجيدة.